السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناه الشهيوات ووصفات ام هبه. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله وصفه رائعه وفعاله في تبييض البشره وازاله الاسمرار. احتاج لي عندي هنايا الرز شديته وسلقته، خليته حتى طاب مزيان وصفيت الماء ديالو. هو هذا كيولي على هذه الطريقه بحال هكا بعد ما برد ولا بحال هكايا. ونحتاج لها معلقه صغيره ديال النشا او ميزينا. بسم الله على بركه الله نحركوا هذه الوصفه. هذه الوصفه زوينه وفعاله، كتبيض البشره وكتنقيها، كتخلي لنا البشره ديالنا صافيه ونقيه. بعد ما صوبنا الوصفه ديالنا كنغسل الوجه ديالنا مزيان، كنشفوه، كنحطوا عليه هذه الوصفه، كنخليها لمده نص ساعه، كندير لها حركه دائريه بحال هكا باش كنحيدوها، وكنغسل الوجه ديالنا عادي. كنرطبوه من بعد الوصفه بكريم او زيت. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.